وسع طريق البطل وصل. فاكرين لما الناس كانت ده مش رأيي يعني، او مش كلمتي، ده منشط مجلة الاهلي النهارده. فاكرين لما الاهلي كان يقول لك ال16، يا لهوي ده السابع، يا لهوي ده السادس، لا 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 ده الثالث. دلوقتي بقى الثاني، ولما بيخبط على الباب الاوضاع بتخلي الناس حتى بما فيهم اللي مش اهلاويه يبدا القلق يزيد من واقع الرصيد التاريخي للعلاقه الشرطيه الدايمه بين الاهلي والدوري. على فكره المشهد كله مشهد قلق، سبب الخصومه وسبب المشاكل وسبب الضغط وسبب انه خلق لك مشاكل، عارف رد فعلك حاليه هيبقى ايه وانك مش هتقبلها. كل ده يعني للتخوف من الفوقان المحتمل للنادي الاهلي. طيب فوقان الاهلي وفوزه على الداخليه وتحقيق الفوز السابع على التوالي لقى مردود ايجابي كتير عند الناس، حتى الناس في ناس زملكاويه هقرا لكم تعليقاتها يعني. بس خلينا نبدا بالراي المهم جدا للكابتن محسن صالح نجم مصر والنادي الاهلي والمدرب الكبير للمنتخب الوطني السابق. كتب الكابتن محسن صالح: الاهلي بدا تحصيل ديونه المستحقه، كل فريق لو عنده 3 نقاط يجهزها له، لانه قرر استعاده مكانته في السوق ويحتاج راس ماله. 20 فبراير الاهلي انتهى من تحصيل ديونه المتاخره، باقي فرقتين سلموه الاسبوع ده 5، قالوا ديه، قالوا هديه، الاهلي قال مقبوله ومحدش يهوب تاني من اللقمه، من القمه ديت او من اللقمه ديت. سلموه الاسبوع ده 5، قالوا ديه، الاهلي قال مقبوله الهديه ومحدش يهوب تاني من القمة دي. اقتراب الاهلي بهذا الشكل خلى استاذنا الاستاذ عبد القادر محمد علي مدير تحرير الاخبار، وهو راجل زملكاوي كبير في زاويه له في الاخبار صباح النعناع، كتب بعنوان شكر وعرفان: نحن لاعبي الاهلي ومدربي وجماهيره نتقدم بوافر الشكر الى نادي الزمالك ابو الجدعنه ونادي بيراميدز ابو الفلوس على تعاونهما المثمر لإفساح الطريق أمام الأحمر نحو الفوز ببطولته المفضلة. ويسعد الأهلي أن يتوجه بشكر خاص إلى الأخ جروس مدرب الأشقاء في القلعة البيضاء على جهوده المخلصة في هذا الشأن ونجامله في الأفراح. ده رأي كاتب زملكاوي كبير. الفنان الكبير نبيل الحلفاوي قال: فاز الأهلي بسلاسة وهدوء من غير معفرة، في إشارة على الأداء السلس اللي كان عليه فريق الأهلي في مباراته مع الداخلية وفوزه 3-1. الأهلي رفع رصيده يا باشمهندس للنقطة 45 من 20 مباراة، تساوى مع بيراميدز اللي عنده 45 من 23 بس مباراة. كأهلاوي بقى ما بيكتبش لا تويتات ولا بيعمل في الفيسبوك ولا أنا كبير إن أنا أشير يعني حاجة تعجبني. لكن أنا مش عاجبني النغمة. أنا لسه بيني وبين الزمالك 7 نقط. هتقولي ما أنت ليك مباراة ما كسبتهاش. بالظبط. أنا ما كسبتهاش. أيوه. لما يبقى بيني وبين الزمالك 4 نقاط أبتدي أقول لك الدنيا ها، لأن مصيري هيبقى في إيدي وأنا بلعبه. فأرجوكوا أرجوكوا يا أهلاوية نخف شوية، خلينا موضوعيين، حتى لو تساوينا في النقط، حتى لو تجاوزنا الدوري ما بيخلصش بالتويتات. طيب الاهلي فاز، شكل الاداء، اسباب التفوق، وراء الثلاثيه، راي مهم للدكتور طه اسماعيل في اون سبور نسمعه. الاهلي في الشوط الاولاني استخدم تاكتكس متغيره، نعم، من الجناب والعرضيات في الاول، وصحيح يمكن كان الظاهره هي ان الكواليتي بتاع العرضيات ما كانتش جيده في كثير من الاحيان، صحيح، ولكن مع الشغل على الجناب بتعمل ستريتش للديفنس، ثم بعد ذلك في جابس وفتحات عشان العمق تقدر تخترق منه، وده اللي حصل في الجول اللي جابه محمد هاني.
من العمق نشوف هاني لما راح مع السولية راح فاضي لوحده في نص داخل ال 18 ما فيش مخلوق معاه لوحده بس ده نتيجه النادي الاهلي كل ما بيلعب على الجناب فبيكرسوا اللعب على الجناب ان هم الباك بيساعدوا واحد قدامه واحد وراه لكن شوف هنا شوف العمق فاضي خالص يعني داخل جوه ال 18 من العمق بالظبط بشكل جيد جدا ده التباين ولذلك كان حتى التشبيه يقول لك اما بتلعب على الاطراف على الاطراف على الاطراف بخلي بس بشد الباك يمين بشد الباك شمال بفتح المساحات بين المدافعين وبعضهم في النوك اوت في ان انا العب الكوره من العمق ولذلك النادي الاهلي عملها بشكل رائع جدا في في الجول اللي سجله بعد ما عمل عرضيات كتيره جدا لقى المساحات السوليه مع هاني عملوا الجول بشكل رائع جدا يعني يحصد عليه تاني حاجه دايما قلنا قبل اللعب ان اللعب الفردي محتاج لعب جماعي عشان تحقق فيه لما نيجي نشوف الجول الثاني بقى اللعب الجماعي اللي تم بين معلول بين اجايه ده اللعب الجماعي من جيرالدو لمعلول لاجايه اجايه هنا بقى الامبروفايزيشن اللي بيسموها او يعني الابداع داخل منطقه الجزاء استلم ولف وخد الراجل في ظهره وسجل منها هنا بقى ده اللعب الفردي ده الاداء الفردي اللي بيخدم الجماعه اللي حضرتك قلت عليه النتيجه لاداء الجماعه الحقيقه النادي الاهلي عمل شوط رائع جدا الشوط الثاني وعلى ذلك ان فريق الداخليه النادي الاهلي كان لسه بكل قواه البدنيه الداخليه كان بيلعب بتحفظ الداخليه في الشوط الثاني الكابتن علاء لعب بالمجازفه الكامله مجازفه الكامله 2 زي 3 زي 4 فابتدى يهاجم بكل خطوطه ولذلك دي اربكه النادي الاهلي خاصه ان برضو من اخطاء النادي الاهلي لو وقفنا هنا شويه كده لو وقفني شويه هنا كده لو شوف المساحات بين الاربع باكات اللي موجودين دول واللي مش باينين في الصوره من المهاجمين ونص الملعب وفيها كام واحد من الداخليه اثنين هم موجودين غير ثلاثه موجودين هناك واثنين موجودين هنا يعني في ست سبع لعيبه من الداخليه والمساحه دي كلها فاضيه سبع من اللعيبه سبع من الداخليه زي اربعه من الاهلي النادي الاهلي لعب مترهل في الشوط الثاني مترهل يعني ايه يعني مسافات كبيره بينكم شوف الديفنس فين ونص الملعب فين وفي لعيبه مهاجمين موجودين قدام كان من الاحرى لما احس ان انا بدنيا نزلت شويه الفريق الثاني بيهاجمني بالشكل ده العب كومباكت يعني العب قريب وتحاشى ان انا اسيب مساحات كبيره جدا. طيب دكتور طه مبسوط من الاداء؟ مبسوط والله تحفظ. ايوه. شأننا جميعا. لكن التحفظ لا يصل الى حد النقد. يعني الناس تشعر طموحاتها وده اللي انا قلت عليه سقف الطموحات هيعلى قوي بعد الانتقالات الشتويه. فهيبتدي معيار الحساب هيبقى شديد الصرام نتيجة تقيلة والأداء الجيد و 90 دقيقة والكلام ده هيبقى صعب لأنك أنت في كل الأحوال عملت فريق جيد بس هو جديد فريق جديد في نفس الوقت أنت عليك التزامات مكثفة جدا 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 فالراجل بيعمل مش بس في الافراد ده بيعملها في المباراه ايوه ده في المباراه بيهدي الوتيره امتى ويعلي الوتيره امتى ولما بيبقى جايب جولين يبتدي يلعب بدون اندفاع بدني حد يستهلك اللعيبه ولذلك بدات شويه نسبه الاصابات تقل فهو يعني لازم نبص الامور دي كلها ما فيش حتى فرقة على مستوى العالم بتلعب 90 دقيقة باكتساح وإبداع وبتجيب كل الفرص اللي بتجيلها أنا معياري يا أستاذ إبراهيم لنجاح أي مدرب وثقة لأي فريق عدد الفرص اللي بيخلقها في المباراة المواقف الهجومية اللي بيصنعها عدد الفرص اللي بيخلقها وبرضه التهديد اللي بيجيلك كم فرص لما تجد أن كل مباراة تتهدد مرتين وأنت سبع ثمان فرص تجيب منهم اتنين انت نفسك يبقوا خمسة لا مش هيبقوا خمسة مش معنى كده ان الماتش وحش لما يبقوا ثلاثة لا الماتش كويس قوي لان اللي التلات اهداف من اجمل اهداف الدوري التلاتة لكنه كمان الداخلية ضربة الجزاء اللي اتحسبت له اثارت بعض الجدل دي اثارت نشوف الكابتن احمد الشناوي كثير من الضحك الكورة ما كانش ينفع تتحسب بنالتي اتحسبت ليه نشوف رأي الكابتن الشناوي يجي بعد كده
هنا للعبه ركله الجزاء. الحكم احتسب ركله الجزاء دون تردد وهنشوف. اول حاجه لعيب الاهلي خلينا نمشي خطوه خطوه. ركله الجزاء عشان تحتسب لابد ان تكون المخالفه داخل منطقه الجزاء او على خط منطقه الجزاء، لان الخطوط جزء من المساحات. فهنا اللعبه دي بدايه المخالفه، دي اللاعب بيسقط. نعم. داخل ولا خارج؟ لا من بره. خلاص يبقى اذا لو هناك مخالفه تكون من بره. نعم. شوف الحاله اللي بعد كده. الحاله دي مركبه، طبعا الحكم جاي واحتسب دون تردد. مش عارف هل منه ولا من الاضافه، نشوف بقى هنا اللاعب القدمه بيخبط في القدم نفسه. اللاعب اهو القدم بيخبط في القدم. شايفها يا كابتن ولا شايفها؟ شايفها كويس. اذا النهارده بالظبط عارف لما بتخبط رجلك في رجل الرجل الثابته وتخبط ده لازم يسقط. بس هي ممكن تكون رجل ايمن اشرف لطشت في رجله قبل ما تبان في الكاميرا هنا يعني ممكن تكون رجل هنرجع مفيش مشكله نرجع ماشي نمشي دلوقتي نشوف الحاله. بص يا كابتن اهو هنمشي نمشي قبلها اهو فين اللي خبطت هنا مين الرجل اللي ورا ما نشوفها لا بس. يا كابتن شناوي طب احنا هي هتمشي بنمشي الحال انا ماشي الحال اوريكم اللقطه الثانيه لسه لقطه ثانيه جايه نمشي نمشي احتسب نشوف اللقطه الثانيه بص هي بس هنا الكاميرا من بص والرجل بتترفع بص يا خلينا بس لسه هنمشي باللقطه الثانيه اللي من ورا هي مش هتشوفوها بص اللقطه الثانيه يا كباتن اهي بص بقى فين رجل ايمن اشرف تصدق رجل ايمن بعيده هنا فين رجل ايمن اشرف فين رجل ايمن اشرف؟ ده هو غالبا كعب لما كعب فين الرجل ايمن اشرف؟ ان يبقى بص هنفترض ان رجل ايمن خبطته هنفترض انها خبطته هو عايزين نوصل لحاجه نعم انا بتكلم في حاجه حتى لو كان هناك خطا بقى من بره بس هنا بقى يا كابتن اللي انا عايز اقوله فريق العمل في التحكيم نعم فريق العمل في التحكيم الحكم المساعد مش الحكم المساعد اللي هو المساعد الخط لا الخامس مش الخامس المساعد الخط ان هو بيبقى دايما واقف في اللعبه دي عشان التسلل يبقى معاه مش مفيش حد تاني هو اللي يقدر يحدد جوه او بره حتى انا كحكم جاي شفتها جوه انا اقول لا دي من بره هو ده العرقله العرقله من بره ولا من جوه؟ لا العرقله طبعا لو في عرقله تبقى من بره نورت المحكمه طبعا ضربة جزاء لا يوجد أي عنصر من عناصر المخالفة فيها لا هي أصلا في ارتطام لا هي أصلا فيها دفع لا هي أصلا في أي شيء ثم إنها من الخارج واللاعب هو اللي بص بحرفنة بص حط رجله إزاي اللاعب يعني متمرس عليها حط رجله في رجله ثابتة عشان يقع فيعني دي سيميليشن مظبوط واللاعب كابتن شناوي كان دقيق فيها الحقيقه لا ده في لقطه من ورا برضو الركبه دي تبان انها قريبه ده بينه وبينها شبر ما لمسوش بمعنى كلمه ما لمسوش يعني بص هي هو كده هيبدا تدوس على رجليه بص اهي بص اهي فين بقى باينه قوي اهي فين اهو لحد ما حط رجله في اللاعب رجله في رجل في نفسه في نفسه فين بقى بعيد قد ايه؟ شفت ايمن اشرف يلا اتحرك بره اللقطه خالص اهو وقع فين بقى؟ فين بقى؟ فين؟ وبرضه يقول لك التحكيم بيجامل الاهلي